تحية لكم عبر قناة كتوبو. اخترنا لكم كتاب الأمير أو The Prince للكاتب نيكولو ماكيافيلي. الكتاب انكتب بإيطاليا لما كان نيكولو ماكيافيلي مبعد عن منصبه كأمين للجمهورية، ومحاولة لإرضاء الأمير للعودة إلى منصبه صنع هذا الكتيب ليقول له مجموعة إرشادات ينصح فيها عن كيفية حكم الدولة. وهذا الكتاب مهم جدا. نيكولو ماكيافيلي خلط الأفكار اللي كانت رائدة بوقتها وحط أفكار جديدة بحسب رأيه. وبيقولوا أنه نيكولو ماكيافيلي قبل ما يكتب هذا الكتاب كان يشجع ويؤيد الكاتب جون جاك روسو بكتابه The Social Contract أو العقد الاجتماعي. هذا الكتاب كان أساس بالنسبة لنيكولو ماكيافيلي أنه يطلع بهالأفكار الجديدة يلي بتراعي العصر آنذاك، عصر ما قبل التنوير في القرون الوسطى. عام 1513 كتب الكتيب وأهداه إلى الأمير. الكاتب بيحكي عن مجموعة أفكار وعقائد بيقول فيها أنه حل الصراعات يلي ما لها نهاية، اللي عم بتصير بنهاية قرن الخامس عشر وبداية قرن السادس عشر لابد أنه تنحل بالأفكار يلي هو عم بيقولها، يلي هي القوة المطلقة للأمير. وبيحكي عن القيادة وفن القيادة بفرض قوته وحكمه على كل إيطاليا، وتوحيد الإمارات كلها وتوحيد الجماعات المتصارعة بوقتها. بيقول أنه العنف والقوة هي الجوهر في حكم الدولة سواء كانت ملكية أو جمهورية. بالنسبة له الدولة الجمهورية الدولة الجمهورية الذي يحكمها الشعب أو الدولة الملكية اللي بيحكمها أمير أو ملك هي ذاتها بالنسبة له اثنيناتهم يصلحوا لحكم إيطاليا. ولكن هو بيلمح أنه الحل لهذه الصراعات اللي كانت عم تصير بوقتها أنه لازم تصير إيطاليا دولة ملكية بيحكمها الأمراء والأمير، وبيكون شخص واحد عم بيقرر كل شيء. وبيسترسل وبيتوسع بالموضوع كيف ممكن القائد أنه يكسب ثقة الشعب وثقة الجيوش ويحولها لثقة عمياء بيقدر يتحكم فيها كيف ما بده. وبيعتبر أيضا أنه أي خلل بيهدد الدولة القوة والعنف هي أساسية على تحقيق المنصب. نيكولو ماكيافيلي ما بيقول أنه الغاية تبرر الوسيلة مثل ما بنعرفها ومثل ما بيقولوا كل الناس. هو بالواقع بكتابه باللغة الإيطالية من قال أنه لا بد للنظر في الوسيلة من أجل الوصول إلى الغاية. هو ما عم يحكم، هو ما عم يعطي عقائد تيستخدمها الأمراء. بيقولوا عن لسان نيكولو ماكيافيلي أنه جملة الغاية تبرر الوسيلة يلي كل الناس بتستخدمها والسياسيين تيغطوا فيها الشر يلي عاملينه بيستخدموا هيدي الجملة. ولكن بالواقع نيكولو ماكيافيلي ما قال هيدي الجملة، أي باللغة الإيطالية الحرفية بتقول عربيا لابد للنظر في الوسيلة من أجل الوصول إلى الغاية. هو ما عم يحكم، هو ما عم يعطي عقائد يستخدمها الأمير بوقتها. ولكن بالنسبة لنيكولو ماكيافيلي أهم شيء هو الحفاظ على الاستقرار في الدولة، وأي سبب بيعرض الدولة للخطر لازم ينقضى عليه بأسلوب عنفي وبالقسوة وإلى آخره، على حساب مصلحة الاستقرار العام في البلد. هذا الكتاب كان أساس في علم السياسة من بعده. هذا الكتاب تعرض للكثير من الانتقاد والمحاربة الكبيرة كل شيء. وكان عايش ماكيافيلي لم يسمح بأن ينشر الكتاب. الكنيسة الكاثوليكية منعت الكتاب نظرا للانتقاد اللي موجود بأسلوب التعليم عنده وبأسلوب الحكم وبأسلوب النظريات اللي كانت موجودة والصلاحيات المنعطية للإكليروس آنذاك. العلماء الأخلاق بيقولوا أنه أسوأ ما كتب في التاريخ وناقض الأخلاق الإنسانية كتبت في هذا الكتاب، وهذا الكتاب وجد ليضرب
ليضرب الأخلاق ولخرب الدول ولانهيار الدول. أما الكتاب يعتقد البعض الآخر بأنه هو كتاب من أجل الدولة ومن أجل الحفاظ على الاستقرار، ونظريات بتبرهن كيف يجب أن تكون الدولة وكيفية الحكم فيها. لحتى اليوم بعد الكتاب موضع جدل قدام كثير من العلماء، علماء الأخلاق يرفضوه، علماء السياسة يعتبروه انطلاقة نحو الدولة القوية، وحتى اليوم الكتاب لا يزال من الكتب الأكثر شهرة في عالم الكتب الكلاسيكية. العديد من دور النشر نشرته لأهميته، وهون عندي نسخة من The Penguin Classics، دار نشر له الفضل على الكثير من نشر كتب كلاسيكية عالمية وتوثيقها في هذه الكتيبات الجميلة والصغيرة. بتمنى أكون عطيتكم فكرة مبدئية عن الكتاب، وبترككم تطلعوا على تفاصيله لمن يهمه الأمر والغوص في أسرار العميقة في هذا الكتاب، وبلاقيكم بكتاب جديد عبر قناة كتبوا.